أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة تبدأها بالعناوين. بعد نجاته من محاولة اغتيال، رئيس غرفة عمليات الشرطة يدعو في حديثه للموقع بوست إلى منع المجهولين من التردد ليلا على أحياء المدينة. السلطة المحلية في مارب ترحب بعودة نازحي المناطق المحررة في صرواح. هيلاري كلينتون في أول ظهور لها منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية، أسباب هزيمتي كانت في الأيام العشر الأخيرة قبل التصويت. وفي أكثر الأخبار قراءة، هندية طلقت زوجها بعد 3 ساعات من زواجهما وتزوجت بآخر. أهلا بكم. بعد نجاته من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة وضعت في سيارته، تحدث رئيس عمليات الشرطة العسكرية بمحافظة مارب المقدم يحيى الجربي لموقع الموقع بوست، وقال إن سيارته كانت متوقفة في حوش منزله منذ المساء، وقام أحد الجنود بتشغيلها صباحا، وبعد حوالي 10 دقائق فقط حدث الانفجار، مضيفا أنه كان لا يزال في المنزل بينما سمع الانفجار وهرع إلى المكان لإطفاء الحريق الذي شب في السيارة. وأضاف أن الطفل لطف ياسين المعازي 9 سنوات أصيب بشظايا في مختلف أنحاء جسمه، نقل على إثرها إلى المستشفى، مشيرا إلى أن حالته خطيرة بينما نجا الشخص الذي قام بتشغيل السيارة. وفي رسالته عقب الحادثة إلى أمن محافظة مارب، حث رئيس عمليات الشرطة على ضرورة متابعة الأشخاص المجهولين الذين يترددون على أحياء المدينة في الليل. ومن محافظة مارب أيضا، حيث أعلنت السلطة المحلية هناك عن استكمال تطهير منطقة أزور بمديرية صرواح من مخلفات الحرب بعد تحريرها من سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. ودعا وكيل المحافظة عبد رب مفتاح خلال زيارته التفقدية لفرق الصيانة والتأهيل للمرافق الخدمية أبناء المنطقة النازحين إلى العودة إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية. وأكد أن قيادة السلطة المحلية تعمل مع المكاتب الخدمية الأساسية على إعادة الخدمات إلى المناطق التي تم أو يتم تحريرها من كهرباء ومياه وصحة وتعليم. وأوضح أن السلطة المحلية سبق وأن أعادت الخدمات الأساسية إلى مناطق ألفا والمنين ومحيط مدينة مارب وحريب ومدغل ومزجر وصولا إلى مركز مديرية صرواح وحباب. هل تستطيع اليمن النهوض بعد التحرير؟ تحت هذا العنوان كتب عبد العزيز النقيب مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وقال في جزء من المقال: استبد اليأس بالكثير من اليمنيين من تحسن حال اليمن بعد انقضاء انتفاشة الحوثة وانقلاب المخلوق. يقول الكثيرون إن الوضع سيظل يراوح مكانه. هذا اليأس هو أخطر أسلحة أعداء اليمن، وهو أحد أدواتهم في محاولة البقاء أطول فترة ممكنة. وبالنسبة لي أعتبره جريمة ثورية وخطيئة بحق الإنسان والحياة التي لا تتوقف، وهو إلى ذلك مخالف لحقائق الحياة وأخبار التاريخ وصيرورته، ومخالف لواقع اليمن وإمكاناته البشرية والجغرافية. أما أخبار التاريخ فتخبرنا أن كل نهوض كبير لأي أمة سبقه كوارث سياسية من قبيل الاحتلال أو التمزق، وأن النهوض جاء بعد انتصارات عسكرية وسياسية صعبة جدا. ولن أتحدث عن دول عظيمة وبعيدة عن ظروفنا الاجتماعية والثقافية والتعليمية كاليابان وألمانيا، بل عن أمثلة قريبة منا في كل شيء كمصر وأثيوبيا. اليمن إذا وجدت القائد لا أشك أبدا في قدرته على جعله من أعظم دول المنطقة، فكل أسباب التنمية متوفرة. إلى موقع المصدر أونلاين والذي تابع ما يجري للسلطة الرابعة، وعنوان الموقع: نقابة الصحفيين تدعو لإنقاذ الصحفيين في اليمن وتتوعد منتهكي الحريات بالملاحقة. وفي بلاغ صحفي أصدرته النقابة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، جددت النقابة دعوتها للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين اليمنيين والوقوف إلى جانبهم وإدانة الجرائم التي يتعرضون لها. وعبرت نقابة الصحفيين عن قلقها البالغ لاستمرار اختطاف أعضائها الذين يرزحون في ظروف صعبة وقاسية ويتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي في أقبية المعتقلات العلنية والسرية.
قانونيون قالوا لموقع المشاهد نت أنه يجب إيقاف جرائم المحاكمات العبثية في صنعاء، وأضاف الموقع أن جماعة الحوثي لم تكن تنوي إجراء محاكمات في المحاكم الخاضعة لسيطرتها لعشرات الصحفيين ومئات الناشطين إلا بعد أن زاد الضغط الشعبي والمدني عليها للنظر في مظلومية أولئك الناشطين والصحفيين القابعين في السجون. قانونيون وصحفيون ومسؤولو منظمات محلية ودولية لم يقللوا من تلك المحاكمات وخطرها على واقع مستقبل الحقوق والحريات في اليمن، وإن كان جزءا منها يخضع لسلطات انقلابية لم تكن تعترف بالقانون اليمني، وهي اليوم تكيفه حسب أهوائها ورغباتها الانتقامية. يقول المحامي والناشط الحقوقي محمد مدهش بعد اطلاعنا على مجريات جرائم المحاكمات العبثية في صنعاء، تبين لنا أنها تفتقد لأدنى معايير الاستجواب والتحقيق، وإذا لم يتم إجهاض جرائم المحاكمات العبثية فلا داعي للنواح بعد تطبيق الأحكام. هل تحب الدكتاتور؟ يحاول الكاتب العراقي صادق الطائي الإجابة عن هذا السؤال ويربطه بنظرية نفسية مشهورة، لكنه يستدرك في منتصف المقال ليقول إن النظرية لا تنطبق كليا على الجانب الاجتماعي. وقال الكاتب: انطلق بعض الباحثين لوصف ما يصيب الشعوب التي تمر بتجارب الخضوع للدكتاتورية بأنها تصاب بمتلازمة ستوكهولم حين تشعر بالحنين للدكتاتور بل وتدافع عنه. متلازمة ستوكهولم هي عارض نفسي بات معروفا على نطاق واسع، ومن أعراضه الارتباط العاطفي بين الضحية ومضطهدها، وقد أطلق على هذه المتلازمة هذا الاسم من قبل عالم النفس السويدي المختص بسلوكية الإجرام نيلز بيجيرو، الذي شخص حالة ضحايا حادثة في ستوكهولم عاصمة السويد، حيث سطى مجموعة من اللصوص على بنك ريديد بانكين عام 1973 وأخذوا بعض من موظفي البنك رهائن لمدة 6 أيام. خلال تلك الفترة بدأ الرهائن يرتبطون عاطفيا مع الجناة وقاموا بالدفاع عنهم بعد إطلاق سراحهم. وقد تكرر ظهور أعراض متلازمة ستوكهولم في حوادث أخرى في مختلف دول العالم، إلا أن علماء النفس أشاروا إلى أن نسبة لا تتجاوز 8% فقط ممن يتعرضون لصدمة الاختطاف أو الاغتصاب أو التعرض للعنف المفرط في المعتقلات هم من تظهر عليهم أعراض المتلازمة عبر التماهي مع جلادهم أو المعتدي عليهم. كما شخص علماء النفس أسباب المتلازمة بما يعرف بالحيل النفسية التي تحاول الضحية من خلالها الحفاظ على كينونتها ووجودها من خلال الخضوع والتماهي مع الجلاد، حيث تقتنع الضحية بأن أي فعل مقاوم قد يؤدي إلى القتل، كما أن أي تعاطف أو تسامح حتى وإن كان بسيطا من قبل الجلاد تعتبره الضحية مكرومة كبيرة، لذلك تسعى حتى بعد زوال الخطر إلى الاستمرار في هذه الحيلة النفسية عبر تناسي ما تعرضت له من ألم وتذكر الأشياء الجيدة القليلة، وتنطلق منها للدفاع عن مضطهدها. في تحقيق خاص لموقع يمن مونيتور تحت عنوان المال مقابل الحرية، المعتقلون السياسيون مصدر ثراء القادة الحوثيون أو الحوثيين، قال الموقع إن المسلحين الحوثيين في اليمن ينتهجون سياسة جديدة للحصول على المال تتمثل في اختطاف المواطنين من منازلهم وفرض أموال على عائلاتهم من أجل الإفراج عنهم تصل في بعض الحالات إلى 4.5 مليون ريال يمني. تقول زوجة أحد المعتقلين ليمن مونيتور: تم اختطاف زوجي من أمام المنزل بصنعاء في 17 يوليو واقتيد إلى قسم شرطة الجديري، ومن ثم تم إخفاؤه حتى وصلتنا معلومات أنه معتقل في سجن الأمن السياسي، وعند الانتقال لمعرفة أحواله طلب منا مبلغ 1 مليون ريال. زوجة مختطف آخر كشفت للموقع أنها حتى الآن دفعت أكثر من 1 مليون ريال لمسؤولين حوثيين من أجل وعود كاذبة بالإفراج عن زوجها المختطف منذ 11 مارس 2016 من منزلهم بصنعاء. يشير رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامي عبد الباسط غازي إلى أنه لا يوجد حالة من المعتقلين إلا وطلب الحوثيون من أهاليهم مالا. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. بعد اتهامات يمنية لمنظمة الغذاء العالمي بإرسال أغذية تالفة لليمن، عنونت صحيفة العرب الجديد: برنامج الأغذية العالمي يعترف بإدخال شحنة قمح تالفة لليمن. وبحسب بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي، فإن سفينة محملة بنحو 32 ألف طن متري من حبوب القمح تكفي لنحو 2,500,000 شخص لمدة شهر، وصلت إلى ميناء عدن كجزء من المساعدات الغذائية الطارئة، إلا أن جزءا من الحمولة قد فسد بسبب تعرضه لمياه البحر، وأنه من المقرر التخلص من القسم التالف في عدن وفقا لإجراءات البرنامج المعتادة في مثل هذه الحالات. وذكر البيان أن بقية الشحنة تخضع حاليا إلى فحص مخبري رسمي للتأكد من جودتها قبل عملية الطحن والتعبئة والتغليف والتوزيع. عملية عسكرية موسعة للسيطرة على مسقط رأس الحوثي، عنوان لصحيفة الخليج والتي نقلت عن مصدر عسكري قوله إن ترتيبات دشنها الجيش الوطني اليمني لفتح عدة جبهات جديدة في محافظة صعدة المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي. أكد العميد عبد المغني متاش أحد القيادات الميدانية في الجيش الوطني اليمني بجبهة صعدة أن قوات الشرعية بدعم من قوات التحالف العربي ستدشن عملية عسكرية موسعة ومتزامنة مع العمليات العسكرية الهادفة لتحرير الحديدة والساحل الغربي، منوها إلى أن العملية تستهدف استعادة السيطرة على مديرية حيدان ومنطقة مران التابعة لها، وهي مسقط رأس زعيم جماعة الحوثي والمواقع الجبلية المتاخمة. الديمقراطية محتلة أم متنازع عليها؟ تحت هذا العنوان كتب ممدوح الشيخ مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية. خلال سنوات الحرب الباردة والصراع بين القطبين، كانت أدبيات كثيرة تسخر من استخدام بعض أعتى الدول الدكتاتورية كلمة الديمقراطية في اسمها الرسمي، وكانت المفارقة الأشهر آنذاك أن الاسم الرسمي لألمانيا الشرقية الشمولية الشيوعية كان ألمانيا الديمقراطية، بينما ألمانيا الغربية كان اسمها الرسمي ألمانيا الاتحادية. كان هذا اعترافاً بأن الديمقراطية صفة إيجابية، وفي حالات كثيرة كان المفهوم يخضع للتأويل وإعادة التعريف، وأحياناً يوضع ضمن تصور مرحلي يأتي فيه ما يسمونه ديمقراطية رغيف الخبز قبل ديمقراطية الصندوق. وكانت المسافة بين الأرض المحتلة والأرض المتنازع عليها إحدى المقارنات التي تستخدم للتهكم على المسافة بين خطابين ينسبان نفسيهما إلى الديمقراطية. وكان صندوق الانتخابات أحد الاختبارات الإجرائية الفاصلة بين طريقتين في تأسيس السلطة أو الوصول إليها. وكان نموذج الحزب النازي ووصوله إلى السلطة بأغلبية صحيحة إجرائياً يتحدى من يجعلون الديمقراطية مجرد حزمة إجراءات بغض النظر عن القيم التي تتأسس عليها أو تحتكم إليها أو تنتجها. وفي ظل تحولات دولية تركت بصماتها على سيادة الدولة، التكتلات الإقليمية، العولمة، الحرية المفرطة في انتقال الأموال والأفراد والأفكار، أصبح هناك تيار قوي سمته الرئيسية الجماعية والشمولية، وهو يرى أن الديمقراطية يجب أن تكون أولاً درعاً يحمي الدولة حتى لو انتهك حقوق مواطنيها الأفراد. وخلال السنوات القليلة المقبلة قد يشهد العالم مواجهة معرفية سياسية حول الديمقراطية، الإجراءات والمعايير والقيم، في ظل صعود كبير لأخطار أمنية تساهم دائما في تغليب الأمن على الحرية، وتضاؤل يبدو مرشحا للتصاعد للقوى المدنية المعروفة تقليديا بدفاعها عما هو تعددي وتعاقدي وفرداني كرؤية للحياة وشرط موضوعي للازدهار، وصعود كبير لقوى ريفية محافظة تنحاز إلى تماسك الجماعة والدولة على حساب ما هو تعددي وتعاقدي وفرداني، وتظل النتيجة غيباً يصعب التكهن بها. شبكة البي بي سي اهتمت بالحرب في سوريا وعنونت: ترامب وبوتين يتفقان على ضرورة تعزيز جهود وقف إطلاق النار. وقالت الشبكة إن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين اتفقا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة في سوريا.
جاء ذلك في أول مكالمة هاتفية بين الرئيسين منذ الهجوم الصاروخي الأمريكي على قاعدة عسكرية سورية قبل ما يقرب من شهر، وأدت إلى توتر العلاقات بين الجانبين. وذكر بيان للبيت الأبيض أن ترامب وبوتين اتفقا على أن المعاناة في سوريا مستمرة منذ فترة طويلة جدا، وأنه يجب على جميع الأطراف بذل كل ما تستطيع لإنهاء أعمال العنف. أعلنت هيلاري كلينتون أنها كانت ستفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لولا تدخلات روسيا وويكيليكس ومدير الإف بي آي جيمس كومي خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية. وقالت كلينتون ردا على سؤال صحفي خلال مشاركتها في فعالية للدفاع عن حقوق المرأة وفق موقع هاف بوست العربي: كنت على طريق الفوز عندما صدرت رسالة جيم كومي في 28 أكتوبر، ثم ويكليكس الروسي، لزرع الشك في قناعات الناس الذين كانوا يميلون لتأييدي، إلا أنهم في النهاية أذعنوا للخوف. وتابعت: لولا أن الانتخابات جرت في 27 تشرين الأول أكتوبر لكنت اليوم رئيستكم. وتابعت أيضا: هل ارتكبت أخطاء؟ نعم، واعدة بالاعتراف بها وطلب المغفرة في كتاب جديد لها يصدر في الخريف المقبل. وأضافت: إلا أن سبب هزيمتنا يعود إلى أحداث الأيام العشرة الأخيرة من الحملة، مؤكدة أن استطلاعات الرأي كانت تؤكد فوزها. ومن بين الأخبار الطريفة التي وردت في الصحافة العربية ما جاء في صحيفة القدس العربي، والتي عنونت: هندية طلقت زوجها بعد 3 ساعات من زواجهما وتزوجت بآخر. وفي التفاصيل: طلقت امرأة هندية زوجها بعد 3 ساعات من زواجهما لتعقد قرانها على رجل آخر في اليوم نفسه، بعد أن وصفت زوجها الأول الذي حلق له الناس شعر رأسه كعقوبة بأنه طمع. وكانت روبانا بارفين البالغة من العمر 18 عاما قد تزوجت من مونتاج أنصاري البالغ من العمر 26 عام في قرية تشاندوا شرق الهند. غير أنه بعد مراسم الزواج بدأ الزوج بالمطالبة بمهر ضخم، وأصر على شراء دراجة نارية غالية الثمن. وكان والد العروس الذي يملك فندقا قد سبق واشترى بالفعل دراجة نارية للعريس، ولكن مونتاج لم يكن راضيا عنها وطالب بواحدة أفضل. وطالب الجميع العريس بالتزام الهدوء، وحاولوا إقناعه بقبول الدراجة، لكنه استمر في التهديد بالعودة إلى بيته من دون أن يأخذ العروس معه.